السلام سير اختي رونديوم لهيه طبيب جراح فين عند من بصح حنا راه ما مساليينش راهو خدامي الله يرحم الوالدين السلام عليكم هشام صوت سائق مهني بشركه ارز البيضاء بالنسبه للسؤال اللي طرحتي عليا على مساله التعقيم التعقيم هو كيف كتشوفوا واخذ واحد الاستمراريه الشركه باش راه عمليه التعقيم على مستوى الحافلات كامله كذلك على مستوى العمال وزعوا عليهم مواد ديال التعقيم يعني مختلفه بالنسبه الحاليه العمل فهو مستمر يعني عادي ما كاينش اقبال ديال الركاب بزاف كاينه احتياطات كاينه تحذيرات من الشركه كاين اعلانات بخصوص هذا الوباء هذا باش حتى حنا نكونوا على عين بالاحتياطات اللي خصنا نقوموا بها كذلك توعيه بالنسبه للفواياجور والامور الحمد لله غدا على ما يرام بالنسبه ما تسجلت حتى شي حاله لا في الحافله ولا على مستوى يعني العمال الحمد لله ما كاين حتى شي حاله ولان الحمد لله كيف كتشوفوا راه عمليه التعقيم راه كاينه مواد يعني تعقيميه يعني لاصقه في الحافله اللي لا طلعت كل حافله كتشوف دابا العمال ديال النظافه تيباشر عمليه التعقيم كذلك توصلنا حاليا اليوم كل يوم كنتوصلوا الحمد لله بمسائل ديال مواد ديال التعقيم كتشوفوا حاليا دابا العمال حتى هما تيباشروا عمليه التعقيم والحمد لله كل شيء على ما يرام نطلبوا من الله عز وجل انه يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ جميع سائر المسلمين سائر يعني الطبقه الشغيله وشكرا لكم في اطار عمليه التعقيم للحد من هذا الفيروس كتقوم شركه ارزا المخصصه للحافلات كتقوم بعمليه التعقيم فينما كتوصل الحافله للتيرمينيس كيقوم مراقب بعمليه التعقيم في البلايص اللي كيستعملهم الركاب بزاف من ناحيه اللمس كنعقموا البلايص اللي كيلمسهم المواطن اثناء ركوب الحافله لحد من هذا الفيروس كل حافله كدور في الدار البيضاء كنديروا لها هذه العمليه ديال التعقيم فيما كتدخل الحافله للتيرمينيس كنديروا هذه العمليه على نطاق ديال الدار البيضاء كامل بلاصه ما تمشيش الحافله عامه اشمينا نفس الثمن بالنسبه للثمن اللي كان قبل هو نفس الثمن اللي كاين دابا راه كنشوف هشام راه كنسمع واخا نقصوا اخويا من حموله الحافله وانما بقات سعر التذكره بقى في نفس الثمن اللي كان الاول هو اللي كاين دابا ما كاينش زياده في الاسعار ديال بالنسبه للحافلات
Thank you.